الحقيقة الثامنة من مجلة سبارك بتتكلم عن إمكانية إنك تحكي لله كل شيء وأي شيء اللي ما بتقدر تحكيه لحد ولا يمكن تشرحه لحد. في هذا العالم اللي بركز كتير جداً على المظهر الخارجي واللي بتوقع منا أمور كتيرة أكبر من إمكانياتنا أحياناً، فإلى من نلجأ؟ لما بنشعر انه احنا مقصرين في تلبية توقعات الاخرين منا وتوقعاتنا احنا من انفسنا، ولما بنعمل شيء بخلينا نشعر بالخجل الشديد، الى من نتحدث؟ صعب كتير انه نشارك اعمق مخاوفنا وارائنا ومشاعرنا وامالنا مع الناس، وفي بعض الحالات لما بنظهر ضعفنا مع الناس من الممكن إنه يستخدموها ضدنا في يوم من الأيام، لأنه ما بنضمن صدق الناس ومن الممكن إنه يخونونا. وهون تيجي أهمية الصلاة، وهي إنه بقدر أحكي لله بكل شيء في داخلي، بكل مخاوفي، كل ألامي، بكل احتياجاتي، كل أوجاعي، وبكل فشلي وضعفي بدون أي خوف أو خجل. وبقدر أقول له كل شيء لأنه بحبني وبيفهمني، وهو الوحيد اللي بيقدر يغيرني من جوا جوا، وأنا متأكد أنه بيسمعني وبيسمع لصلواتي ورح يستجيب بطريقته هو، زي ما بقول الكتاب في يوحنا الأولى 5 من 14 ل 15: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. وكمان في مزمور 34:17 بقول: أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. والأكثر من هيك أنه الله بيسمع من قبل حتى ما نتكلم، وبيستجيب من قبل ما نطلب، لأنه أساساً عارف كل شيء وفاهم كل شيء. في إشعياء 65:24 بقول: ويكون أني قبل ما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. في مجلة سبارك منحاول أنه نظهر أهمية الصلاة. فشو هي الصلاة؟ هي ببساطة تقديم رغباتنا لله باسم يسوع المسيح وبمعونة الروح القدس، مع الإقرار بضعفنا وبخطايانا والشكر على رحمته وإحساناته المستمرة. فالصلاة هي عمل رائع للثالوث، فإحنا منتواصل مع الآب باسم الإبن وبقوة الروح القدس. إحنا بنصلي لله الآب زي ما علمنا الرب يسوع: أبانا الذي في السماوات. فالصلاة هي التعبير عن احتياجاتنا ورغباتنا لله أبونا، وهي فعل تواضع، لأنه عندنا احتياجات لا يمكن أن يسددها أي أحد إلا الله. بنيجي لله وبنصلي وبنرجو معونة من عند الله ورحمة الله علينا، مش عشان إحنا تعناه في أمور كتيرة ومنطالبه بالاستجابة كمقابل للي عملناه من أجله. هاي مش الصلاة في المسيحية. هيك إحنا منحول الله لمكنة أو آلة للبيع اللي فيها بناخد مقابل ما بنقدم. فالصلوات اللي بنرفعها بكبرياء هي صلوات موجهة لأنفسنا. فالصلاة هي صرخة من الإنسان إلى الله في ضيقنا وفي قلقنا وفي كل احتياجاتنا. منصلي وإحنا مدركين إنه فيش عنا حق على الله، أو إنه الله مديون لإلنا، لكن إحنا مدركين إنها رحمة ونعمة. فالله مش مضطر إنه يسمعنا، ولكن هو بيسمع وبيستجيب لأنه بحبنا. الصلاة هي التواصل مع الآب من خلال الإبن. تخبرنا كلمة الله أنه بسبب الخطية صرنا في حالة بعد وانفصال عن الله، ولكن عن طريق الصليب والمسيح صار إلنا حق الدخول إلى قدس الأقداس. وهذا بيعني إنه لما نرفع صلواتنا باسم ابنه إنه بيسمع إلنا وبيستجيب. الصلاة
هي قدرة الروح القدس اللي فينا على التواصل مع الرب من خلال الابن. لما آمنا سكن فينا الروح القدس وصرنا هيكل للروح القدس، وروح الله يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. تعلن رومية 8:26 قوة الكلمات هاي، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وإحنا منهارين تحت الألم، وإحنا مش عارفين ولا قادرين نصلي، روح الله اللي فينا بيشفع فينا، ونتكلم مع الآب من خلال الإبن. الصلاة هي فعل الاتكال الكامل على الله، بندعو الله إنه يعمل فينا ومن أجلنا ومن خلالنا كل اللي وعد إلنا في كلمته المقدسة، وهو الألف والياء، البداية والنهاية.